السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. في البداية أتمنى من الله أن تكونوا في أسعد حال، وأتمنى أن تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم إشعار بكل جديد إن شاء الله. وفي البداية أحب أنوه أن الأسعار اللي بنقولها أسعار بورصة، يعني أسعار جملة، وإليكم أسعار الدواجن والكتاكيت والبط من بورصة مصر الاثنين 18 يناير 2021. سعر كيلو الفراخ البيضة 23 جنيه، سعر كيلو أمهات الأبيض 17 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو 27 جنيه، سعر كيلو الفراخ البلدي 35 جنيه، سعر كيلو الأرانب 42 جنيه. أما عن البط، سعر كيلو البط البلدي 50 جنيه، كيلو البط المسكوفي 47 جنيه، كيلو البط المولر 31 جنيه، كيلو البط الفرنساوي 24 جنيه. أما عن أسعار الكتاكيت، كتكوت أبيض عمر يوم يتراوح سعره ما بين 4.5 جنيه و7.75 جنيه، كتكوت ساسو من 3.5 جنيه ل3.75 جنيه، كتكوت بلدي من 1.5 جنيه ل2 جنيه، كتاكيت البط، كتكوت بط فرنساوي من 3.5 جنيه ل4 جنيه، كتكوت بط مولر من 14 جنيه ل15 جنيه، كتكوت بط مسكوفي من 13 جنيه ونص ل14 جنيه ونص. أما كتكوت السمان الأسمر من 2 جنيه وربع ل2 جنيه ونص. أما عن أسعار البيض، كرتونة بيض أحمر 34 جنيه، كرتونة بيض أبيض 33 جنيه، كرتونة بيض بلدي 42 جنيه. وإلى هنا يكون قد انتهى الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.